طيب لما أرتب من الكبير للصغير ده هنا اسمها ايه؟ تنازلي. بطلع بنزل من الكبير للصغير، بحط الكبير الأول وبعدين الصغير، افتكر وانا نازلة السلم، بنزل من أعلى واحدة خالص، أعلى سلمة خالص لغاية أصغر سلم. يبقى التصاعدي بعمل ايه؟ بطلع السلم من أصغر سلمة خالص لغاية أكبر سلمة خالص. طب التنازلي بعمل إيه؟ بنزل السلم من أكبر سلمة خالص لإيه؟ لأصغر سلمة خالص. يبقى تصاعدي إيه؟ من الصغير للكبير. قولي تاني، من الصغير للكبير. طيب التنازلي من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، تمام؟ طب تعالي نشوف هنحلها ازاي بقى. لما يديني ارقام كده، مثلا 5 و7 و2 و9 ويقول لي رتبها لي، هل هما كده واقفين بالترتيب؟ لا مش واقفين بالترتيب، عايزة أرتبهم. أرتبهم إزاي يا رقية؟ ما قاليش لسه، هو ما قاليش هترتبهم إزاي. مش تقولي الأول أرتبهم تصاعدي ولا تنازلي؟ قال لي رتبهم لي مرة تصاعدي ومرة تنازلي. يعني هنعمل إيه؟ التصاعدي هعمل إيه؟ هطلع السلم من أصغر رقم خالص، أصغر سلمة فين؟ الخمسة ولا السبعة ولا الاتنين ولا التسعة؟ أصغر واحدة. الخمسة، بصي تعالي ارسمهم. الواحد، بصي الخمسة هم 1 2 3 4 5، اللي السبعة اهي 1 2 3 4 5 6 7، الاتنين اهي 1 2، التسعة اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مين فيهم أصغر؟ الاثنين. الاتنين. يبقى هكتب الاتنين الأول وبعدين. خلاص أنا خدت الاتنين دي، فاضل ايه؟ بعد الخمسة وسبعة نس نعم. اللي بعد الاتنين ايه؟ بعد ما خدت الاتنين فضل معايا ايه؟ واحد 5 و7 و9. مين اصغر واحد فيهم؟ والاثنين والاثنين ماشي، الاتنين خدناه، اللي بعدها الواحد مفيش واحد معايا، 5 و7 و9. خمس خمس الخمسة. برافو، أخدت الاتنين وأخدت الخمسة، خدت الاتنين وخدت الخمسة، فاضل السبعة والتسعة. مين أصغرهم؟ من الآخر مين أصغر؟ فاضل التسعة والسبعة والتسعة.
السبعة. برافو. وآخر حاجة إيه؟ في الحالة تسعة. آخر حاجة التسعة. برافو عليكي. سنة تسعة هي الكبيرة. الأصغر حاجة الاثنين. هنعمل بقى ده التصاعدي، الاثنين الأول وبعدين الخمسة وبعدين السبعة وبعدين طيب ايه؟ تمام. التسعة. طب عايزة أعمل تنازلي، من الكبير للصغير. تسعة هي الأول. التسعة هي الأول. شطورة. وبعدين عشر. الأرقام اللي عندك بس. هذه تسعة عشر. مش بعد 9 10. الأرقام اللي عندك، أنا معايا 5 و9. وعشر 5 و7 و9. عشر أصغر أكبر حاجة إيه؟ أكبر حاجة تسعة. 9. أخدنا الـ9، فاضل الـ7 والاثنين والخمسة. مين أكبر حاجة فيهم؟ الـ7. برافو. أخدنا الـ7، فاضل الخمسة والاثنين. مين أكبر؟ الخمس. الـ5. برافو عليك. وآخر حاجة إيه؟ الاثنين. الـ2. ممتازة. تعالي نكتب أرقام تانية ونرتبها. برضو عايزة تصاعدي وتنازلي. وانا بس اللي معاه تصاعدي ايه؟ من الصغير للكبير. والتنازلي ايه؟ من الكبير للصغير. انا اللي معاه انا اللي. ها يلا تصعدي، فين أصغر حاجة؟ كبير بس تصعدي من الصغير للكبير، فين أصغر رقم؟ الاثنين. الـ2. برافو. واللي بعدها شطورة. واللي بعدها التاسع. الـ9. برافو. وآخر حاجة العاشر. الـ10. العشرة هي الكبير برافو. والتسعة صغيرة. الـ10 وبعدين الـ9 وبعدين
نهور ها نهور كملي. هنا اللي بعد التسعة ايه؟ الاثنين لا انا اخدت اكبر حاجة 10 وبعدين التسعة الثلاث الثلاث التلاتة. برافو. واخر حاجة التاسع الاتنين. ما خلاص اخدنا العشرة والتسعة والتلاتة، فاضل الاتنين. كمان طب سؤال يلا اكتب لك ارقام تاني. يلا بينا عايزين نرتبهم تصاعدي وتنزلي وتنازلي. تكتبهم تاني ها تصاعدي. من أصغر رقم الاثنين واحد الاتنين. برافو. واللي بعده أخدنا الاتنين، فاضل التسعة والأربعة والستة. من أصغر رقم فيهم أصغر رقم الأربعة الأربعة. برافو. وبعدين أخدنا الأربعة، فاضل التسعة والستة. من أصغر رقم أصغر رقم واحد التسعة ولا الستة؟ تسعة الستة. وآخر حاجة إيه؟ آخر حاجة تسعة التسعة. طيب عايزين نعمل تنازلي، مين أكبر رقم؟ أكبر رقم الاتنين التسعة ولا التسعة ولا أربعة ولا ستة؟ التسعة. ها اللي بعده أخدت التسعة، فاضل الاتنين والأربعة والستة. مين أكبر رقم فيهم؟ أكبر رقم التسعة اتنين ولا أربعة ولا الستة؟ مين الكبير؟ الستة. طيب أخدنا الستة كمان، فاضل الاتنين ولا الأربعة؟ مين الكبير؟ الأربعة الأربعة. وآخر حاجة إيه؟ آخر حاجة الاثنين الاثنين. نكتب ارقام كمان. انت كان جهازك كده شكل بعضه الايه؟ 10 و1 و5 و7 تصاعدي وتنازلي. ها تصاعدي 10 و1 و5 و7. مين أصغر رقم؟ أصغر رقم السبع
مين أصغر رقم يا جودي؟ العشرة ولا الواحد ولا الخمسة ولا السبعة؟ الواحد. الواحد. يبقى هنكتب الواحد الأول، وبعدين أخدنا الواحد. مين الأصغر تاني؟ عشرة ولا الخمسة ولا السبعة؟ مين أصغر؟ سبعة. الخمسة. أخدنا الخمسة، فاضل العشرة والسبعة. مين أصغر؟ السبعة. فاضل آخر حاجة إيه؟ العشرة. كنت هقول طب عايزين نعمل تنازلي من الكبير للصغير، مين أكبر؟ العشرة ولا الواحد ولا الخمسة ولا السبعة؟ سبعة العشرة. العشرة. ها أخدنا العشرة، فاضل واحد وخمسة وسبعة، مين أكبر؟ سبعة. سبعة. برافو، أخدنا السبعة، فاضل واحد والخمسة، مين أكبر؟ الخامس. شطور. وآخر حاجة مين؟ واحد الواحد. واحد كل واحد هيحل مسألة بقى. ماشي. يلا يلا يا رقية. اتنين، خلينا نعمل كده عشان اتنين وسبعة وتسعة. اتنين وسبعة وتسعة وتلاتة. تصاعدي، من أصغر رقم فيهم؟ يلا يا رقية. الأصغر ثلاث الأصغر لمات ايه؟ الاتنين. لمات أخدت الاتنين. فاضل ايه؟ السبعة والتسعة والتلاتة. ثلاث ثلاث تلاتة، أخدت التلاتة، فاضل السبعة والتسعة. سبعة جنيه سبعة السبعة، وبعدين آخر حاجة ايه؟ تسعة. تسعة. يلا رتبي تنازلي عشان اكتب مسألة لجودي. ها يلا يا رقية. اكتب ايه؟ اقول ايه؟ نفس الأرقام، عايزين نرتبها تنازلي يا رقية. من الكبير للصغير من الكبير للصغير عشان أكبر رقم فيهم. الرقم التاسع. التاسعة، وبعدين أخدت التاسعة، فاضل الاتنين والتلاتة والسبعة، مين أكبر رقم؟ السبعة. برافو، أخدت مثلا السبعة، فاضل الاتنين. انتي يا جودي هكتب لك مسألة تانية، فاضل الاتنين والتلاتة، الاثنين والثلاثة مين أكبر، الاتنين ولا التلاتة؟ ثلاث التلاتة. وآخر حاجة هتكون ايه؟ اخر حاجة الاثنين. الاتنين. شطورة. يلا يا جودي. يلا عايزين تصاعدي وتنازلي. تصاعدي هرتب صغير. أما الصغير هو الاتنين. برافو عليك. اللي بعده
اللي بعده ايه؟ 8. برافو، بس سمعتها صح. صح، جودي تعالي جودي، يا جودي رحتي فين؟ يلا يا جودي، ينفع كده يا جودي؟ لا 8 خدنا الاثنين يا جودي، فاضل ايه؟ 8 تمانية، خدنا التمانية، فاضل التسعة والعشرة. مين أصغر؟ 9 التسعة. برافو. آخر حاجة العشرة. طب عايزين تنازلي. عسل العشرة وبعدين تسعة التسعة وبعدين 8 ثمانية وآخر حاجة 2 اتنين. برافو عليك، يلا يا رقية. يلا يا رقية، رقية يا رقية، رقية انت قافلة الصوت يا رقية. رقية طب يلا يا جودي انت. نعم يا ميس، قافلة المايك ليه يا رقية؟ طب يلا أصغر رقم. أصغر رقم الاثنين، الاثنين، أخدت الاثنين. اللي بعده الثلاث، مفيش الأربعة، ثلاثة، أربعة. أخدت الأربعة. اللي بعده اللي بعده التاسع، التسعة. أخدت بعد التسعة، فهم السبعة، إيه؟ بعدها 10. طب التنازلي يلا يا أمرا. نعم تنازلي. تصاعد،
رقية. ايوه يا رقية، يلا بتصعدي من الكبير.